الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا أمريكيا يضم كل من السناتور كريستوفر فان هولن والسناتور جيفري ميركلي عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة على مختلف المستويات، لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية الراهنة وخاصة في قطاع غزة، حيث حرص الجانب الأمريكي على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي للسياق العام للوضع الحالي التي تضمنت التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين الذين تعرضوا للنزوح مع بدء مسار جاد بإجماع دولي للتسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما جدد الجانبان الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة. جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لأي محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع. جاء ذلك خلال استقباله السناتور الديمقراطي كريس فان هولن والسناتور الديمقراطي جيف ميركلي عضوي لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في إطار جولة أقليمية بالمنطقة، حيث استعرض شكري موقف مصر من تطورات الوضع في غزة والاتصالات التي تطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والإنساني، مؤكدا أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء الغارات المتواصلة والتي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب آخرون جراء الغارات المتواصلة على خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس، كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة في خان يونس. كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها في غزة، حيث أكد أنها تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافا في الجزء الشمالي من القطاع. وأضاف جالانت أن تل أبيب ستستمر في ملاحقة قيادات الفصائل الفلسطينية في الجنوب، لافتا إلى أن العمليات ستشمل مداهمات وهدم أنفاق وضربات جوية وبرية وعمليات للقوات الخاصة. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 من قذائف المدفعية الساحلية صباح اليوم، وأضافت سول أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في كوريا الجنوبية، وسقطت القذائف إلى الشمال من خط الحد الشمالي الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، هذا وقد أمرت كوريا الجنوبية المدنيين بإخلاء جزيرة يون بيونغ. قال البيت الأبيض استنادا إلى معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخرا إن كوريا الشمالية زودت روسيا في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لتستخدمها في حربها على أوكرانيا. وذكر جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض أن واشنطن ستثير هذا التطور في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. ووصف كيربي نقل كوريا الشمالية أسلحة إلى روسيا بأنه تصعيد كبير ومقلق، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون هذه الصفقات من الأسلحة. أصيب 24 شخصا على الأقل بجروح طفيفة إثر تصادم وقع في ولاية نيويورك بين اثنين من قطارات أنفاق المدينة، وأدى لخروج أحدهما عن السكة بحسب ما أعلنت السلطات. وتسبب الحادث في إغلاق ثلاثة من خطوط مترو نيويورك والذي يعتبر من بين أقدم قطارات الأنفاق في العالم، وتمتد شبكاته العنكبوتية المترامية الأطراف في سائر أرجاء المدينة. وإثر الحادث فرضت وحدات من الإطفاء والشرطة والإسعاف طوقا حول منطقة أبر ويست سايد الجزء الشمالي الغربي لجزيرة مانهاتن.
ورياضيا، واصل منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة البرتغالية فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الاولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة استعدادا لبطولة كأس الامم الافريقية 2024 والتي تنطلق في 13 من يناير الجاري بكوت ديفوار. وشارك في المران 26 لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب، كما ادى ياسر ابراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه حديثا. واشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل إلى الفنية والتكتيكية.